يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل هتستني. ما اعرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيكم؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد. على فكره انا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه. باي باي. سو فاني وفيك قوي. على فكره دي مش عينيها، دي لانسز. انا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انتي هبله صح؟ لا انا عادي. انا مش فاهمه يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره. على فكره انا ليه، هي طالعه في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيريه اللي هي بتعملها، انت هتطلعي تعملي ايه؟ ايه المشكله يعني، انا كمان هعمل خيريه. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها، وانا بدلعها غصب عني، كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. اه معاك حق. ها صافيه لبن حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده. اه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، اصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجود يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشه يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيال. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ اه لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي.
انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايزه يقعد يا هاني؟ طيب اسيبكم براحتكم بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه، وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمي على امك اصلها وحشاني. يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ اه. وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي. هاني هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت ناشراها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين. وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. اه طب خدي. وخدي دي كمان لحسن ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير. ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ اه انا بحب اشرب معسل. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي مش بطال، بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي. مفيش حاجة فريحي كده؟ فريحي؟ اه هخليهم يضربولك حالا فرتكة فرتكة. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه نغسل ايدينا؟ انا قلت كده برضو. وماله ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. <أه
بشجعها. ميرسي. أنا بشكرك على قبول دعوة العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا أستاذ عبد. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ افتوض. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوملك. انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقولك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه. خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها بسرعة بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي، بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني، مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده. نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ أه. ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الأسئلة. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون اوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنت رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني، أنت بيبي قوي. لا بيبي إيه؟ هو ده البرنامج. يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضلي. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي، مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه. انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو
وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات ليه هاني؟ احسن يا وحش جدعه بنت شوشو جدعه، شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قولهم عذاب الحمام مش قادر. بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. ما كمل اول يا اخي. انك لله يا اخي منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام. انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده. كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع. ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده. اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يامه
احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين والجو ده. بلا رخص يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي، على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. الدنيا حنفع كده ما بتيجي في يوم صفي. ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فضل
كل حق متشكرين على الجرحى الخوف الألم على هم أتقل من الجبال يا دنيا يا اللي مشيلة دهب وتقال متشكرين على كل حال متشكرين على الجرحى الخوف الألم على هم أتقل من الجبال انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي بقول لكم ايه؟ نيلي نموذج من ضمن نماذج موجوده عندنا، ما بتعبرش عن طبقه ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجوده في حياتنا في ايام سوده، ايام غبره الحقيقه. سعيده ايام غبره؟ هو انت بتتريق؟ واضح ان انت ما فهمتش الفيديو كليب. انا ما فهمتش. انت ما فهمتش، بس انا متاكده ان التارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايزه اقول ايه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده، رقص ضحك هزار. يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط، في نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعه المغني. بالظبط، جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع وألم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط، وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوه دلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة. طبعا بعضها ازاي؟ بالظبط، ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط، دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة. لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل، انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجة يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده، والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجة بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم، لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شوية بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحة، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فأنا عايزة أقول لك إنه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب أنا هستأذنك لو سمحت يا نيلي، إحنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون، منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي، إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. سوري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد إن أنتِ مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعًا، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، أنتِ أوفر قوي، احترمي نفسك. أنتِ شايفاني مش محترمة؟ ليه؟
شايفاني ممسوكه بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا استاذ يوسف؟ يا جماعه بوس ولا كبس ده ايه؟ انا مش عارف يعني ايه بوس ولا كبس بصراحه. شكرا جدا يا منال. على اي حال معانا تليفون تاني. عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهايه خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجوده في وسطنا. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجه اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجوده وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفه يا استاذ يوسف. I'm sorry, I have to leave. لو سمحتي نيلي، ما فيش حد هيمشي، انا استاذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي، شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استاذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك؟ كل يا اخويا بالهنا والشيف. لا كفايه كده يا صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي، بحياه امي، مش هقدر، لو كلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرى لي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحة؟ لا من القشطة. مالك يا سي عبد الله؟ أنا؟ لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقه. ناس كتير جدا عايزه تتكلم في موضوع المبادره والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجه ام فاروق. الحقيقه هي واحده من غلابه وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان تتكلم عنهم نيلي. بالمناسبه الحاجه ام فاروق شاركت في الكليب ده. ازيك يا حاجه؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجه؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعده جنبك دي كانت متفقه معانا على حاجه، واللي حصل حاجه تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبوا لنا في البريك وجبه كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبوا لنا 70 كفته مقددين، ولا طحينه ولا بابا ولا خضره، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكره انت جايبه كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبه كم ناس غير طبيعي مالوا القناه ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي بره. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الدكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية؟ هو من بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، أنا عايز أعرف إيه اللي مش عاجبك بقى أنت كمان؟ أنت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي يا مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟
الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي. ابقى حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح، طارت الشغلانه ام 5000 جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكو؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس تيجي ياخدك انت والخس اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر، جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي بخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي
انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي، نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو، لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ في كلام مهم قوي ملحوق. استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت واسلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحاله. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك يا صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان ميعادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي.
مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس هي لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج؟ بتهزري؟ واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. You know what Semina is of course. Yes. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني، معاكي مبرد؟ يس، ليت مي تشيك بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقولك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبي ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه بيت دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ اي يا فندم؟ محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر، تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا، أستاذ فلايت. إزيك يا أستاذ فلايت؟ لا، أستاذ بيئة. هلو مستر فلايت. لا، أوفر، دي كمان أوفر. إزيك يا مستر فلايت؟ حلوة دي، راسية كده. إزيك يا مستر فلايت؟ يا رب، توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش، انا ما اقصدش. جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك، مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله، يمكن عشان ده عشان
فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت هم اللي. ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. فانا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وانت كمان شريهان لو عاوزه تتعلمي اصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس انا وراه. حاولي يا حبيبتي حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفه مستر منير ده بقى ايه؟ اكبر خلفيه اقتصاديه انا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا انا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونيه. تاني هو في مفاجاه تاني؟ هما اتنين؟ امال انا ملك الخلفيات. اسيبكم وانا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. طب يا انسة شريهان انا عايزك تركزي معايا كويس قوي، انا احب الجديه والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر ورايا. ما حدش له دعوه. ايه ده ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. متسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا ساعتها هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفيني سجقه؟ انت بعد الشر حضرتك سوق. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي عازم العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه الكفته دي. حلو الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. ازي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف. ادعي لشريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمن. امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي. ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم وبصوا لنا. بيبصوا لنا؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير تلمي، انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه يا علي اللي ضربونا الصبح في الجراج؟ قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نتضربش. يلا نزوق بسرعه. ماشي.
شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله انا مش قادر اتضرب تاني خلاص مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب، لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شافهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى ركنوا. اهدى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده ما انت اللي غبي، صينيه اللي في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه. البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما اتعضعتش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اتعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مين الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي. انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه.
مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه عشان انا ما ازعلش. ايه ده، يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على اللي عمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. ميرسي. سيبي يا حمزه، سيبي يا حبيبي، سيبي. بيقول لك باي باي. عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعق لك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا سيف. سيف ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلالي السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بشرتي تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هانيك انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبك؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني،
احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصة دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن بـ30. لا في بـ25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن بـ50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقل لهم يعني عشان شركة وانتم موظفين ومكلفين. هشحن بـ100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهواء، مفيش بمية. ماشي. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه، ارتبكت بقى. امشي يعني، امشي يعني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي. بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه. الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسف يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجاه؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اه. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه. اقلعه؟ انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي، اتفضلي. واو. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في ايه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي عليا حبيبه خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني، هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي، جايبه لي اكل هنا في الشركه؟ اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لاع البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك؟ ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي، ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديري؟ بطريق الامن؟ منير في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح
اهلا وسهلا. ازيك يا سعادتو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش انا؟ ودي حاجة تفوتني يا سعبدو. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعبدو؟ اه شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عيني يا سعبدو. هروح أكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. أهلا أهلا شريهان. إيه يا عم؟ حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ تخرب بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري تشربي حاجه؟ شاي قهوه؟ نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي. قاف قاف. يا لهوي سريعة سرعة، اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا
مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف. اللي هي الشركه وعليها نقطتين. اللي هي شركه وعليها نقطتين. اوكي. قاف. قرر. ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره. لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكره انت موترني جدا، والمشكله مش عندي. امال عندنا يا عمي؟ المشكله عندنا، عندنا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ ايوه صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي؟ يعني هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي. وانت ايه قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتاخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدون. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي انا راجل عادل، عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل.
حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا. انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسوله، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستر منير في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. ايه الريحه دي؟ ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير، بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها، ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير مستر منير. ايه انت؟ حاجة مهمة، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية بره. لا ايه ده؟ ايه دي بتزيد؟ بتزيد؟ يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يوشوا. هركب هركب. يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. ماشي وحيات امي اجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق.
اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره تعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوف لي بس موضوع الملف، اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي، في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه يا خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعد عبدالله. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده في بيني وبين سعد عبدالله، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت؟ ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بنته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني يا عم. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي، ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا امور يا عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا. انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت؟ منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطين من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ افهم غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه.
يا حيوان ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا السوسته جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انت مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالباً في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوتة بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على أحلى وأجمل وألطف وأقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجة تضايقك أو تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي أبدا. ولا أنا غلطان في العنوان؟ إنجز يا بابي وقول عملت إيه غلط. بالعكس عملتش حاجة غلط، ده اللي عملته ده عشان ما عملش حاجة غلط. ممكن تبقى دايركت وتقولي إيه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا غاية في الموضوع، يعني أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. أنا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. أنا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي. على غصتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تست. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا باشا، انت مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش هلا بقى، توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلو ده. ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت، كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بقصيش الجوازة يا نالي؟ سو
بابي قليل الادب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك تشيك مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذة، احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجة جاهزة. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجة؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعت البلور، لا دي اس بتاعت الابوستروف اس، يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفو. خلاص بقى يا خالتي خلاص، ما تسمعونا زغرة وطيولين. على عينك يا أهرانة، على عينك يا أهرانة، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا أهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا حارة ضلمة، يلا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قول لي.
دول قرايبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله. حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا. نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الفلوس. يا عم قول وانا اقول. يا عم رش الفلوس. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا. كوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي بعقوله جايه تنيني. بليز ابعد عني. انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ للي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. حقها تؤذى فيها. تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا. خايف عليا. من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر. بس انت اوفر. الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي. وسع 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 وسع. قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره. واديني يا ابني الزن وزينه. اهي جت اهي. العروسة جت. 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 الع
نسألك يا من هو باكي ولا ايه؟ مش عجباني؟ ده انا مبهورة، ده انت مشرفني وسط الناس كلها. ايه الحلاوة والشيك؟ ايه ده؟ ايه الكوشة الحلوة دي؟ دي فكرة القوقعة ولا فكرة ورق العنب؟ بصي انا سايبها مفتوحة يعني اللي عايز يشوفها ورق عنب هيشوفها، واللي عايز يشوفها قوقعة هيشوفها. الله، تحفة تحفة. طب والنبي يا هني اعمل لي واحدة زي دي في فرح. لا يا عبيطة، في فرحنا بقى شايل لك الافتكاسة الكبيرة. ايه؟ هنعمل الكوشة متحوطة بشجر الموز، والكوشة نفسها معمولة من قشر الموز. الله، ما تزفلطش دي يا هاني، خطر. لا ما تخافيش، ما احنا هنرش نشاره خشب. الله عليك، مبدع يا هاني. لا بس في سؤال، مش كشت الموز دي لو اتركنت شويه تسمر؟ ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه. يا بنتي ما دي بتنزل فريش، يعني واحنا عند المصوراتي يكونوا الناس بيقشروا في الموز. نورت بيتك يا قمر. تسلمني يا سعادته. بقول لك ايه يا اخوي؟ امري. انت هتوديني فين في شهر العسل؟ اختاري بقى يا ستي، عاوزه تايلاند ولا بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سعبد، ما تكروتنيش. انا يا اخويا عايزه شاليه يا في مراقيا يا كذا فلانك اللي في الساحل الشمالي. كذا فلانك؟ كذا بلانكا. ايوه قريه هناك. طب احسن اشوف لك حاجه في امون او الرواد. ده في الساحل الشمالي برضه. ايوه بس تاني يمين. المهم قولي لي بقى، ايه الألاجة دي؟ حلو؟ حلو، ده هاكل منك حتة. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. سلموا دلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وعقبال ليلتنا يا شوشو، العب يا ابن الكليب. أخدني معك بالجو الحلو، خليني معك السراح يا حلو. جمالك جمال مش عادي. شفتني وانا عصفوره يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت ايه مش قادرة أقولك، مكسوفة منك مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متأكد إن اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. والله يا ابني حران زهقان طهقان، ابعت مشوار اليونان والكعبك بتدبدب والنسوان مطلوب. الكعبك بتدبدب والنسوان مطلوب. انت يا ستي بكيها، ابنك شغال خطير.
حكيها. طب خدي الكلام على دي، خدي الكلام على دي، خدي الكلام على دي، تتأمن بالقصور، تتأمن بالقصور. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين. يا سمير يلا اعمل هما، الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل، يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه يا بنتي؟ انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي. واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ محدش فاهم. الاكل عجبكم؟ بالهنا والشافة. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمه يا حاج. لحمه؟ لو في صالح حكي. لا في صالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشافة. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ انا ناس شريهان، انا ما باكلش. ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ستة، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بنت يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون. وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين مونوكات احلى منك. دوبي 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 دوبي. انت سمعتي بتقولي ايه؟ دي فاكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نالي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشن. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي بطنك كده وقولي عايزه لانشن، عايزه لانشن، اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشن. ماما ميني ما تاكليش الساندويتش. نيان خذي هذا الساندويتش، ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. بس بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني حتى ده. يا ميت هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه كانت يا اخي. يا ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فيه. عندي. تعالى شنهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز شاحن خمس دقايق عشان شنهولك، ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية. بشرى لكل العيانين، جبنا لكم حكيم. وعيتنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده.
جماله محدش ينشاف ولا انسان ولا جان. قمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلف اللي لا نمت وكلامي قلته. اه يا بخته يا رب وعيدنا سمي عيوننا شقلت كياننا على قلب سحره ده هياخدنا. سقفونا خلوا اليوم ده يعدي بالسلام. اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة. لا انا فعلا بتكلم جد اللي لالمته وكلامي قلته. اه يا بخته يا رب وعيدنا زغلي العيون شقلب كياننا على فين بسحر ده هياخدنا. ازاي تاخدي مني المايك وانا بغني؟ انت مجنونه يا بنت انت. وانا اخدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. انت حبيبتي نتلزق فيه ده انت مخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يعرفكوش يا جماعه. خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليله دي تعدي على خير بقى. والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي. وانا اسفه قوي اني اخدت منك المايك في الاغنيه بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك. الراجل مش فاضي. اخرسي بقى. فضحتونا فضحتونا. مش ممكن استاذ حكيم. مش عايزين نعطلك. اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا اموره اتفضل. فين استاذ حكيم؟ جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي. يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما اعرفش الاشكال دي خالص. والله تلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت. هاني ده اكبر نبطش ومتعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا. يا بابا يا بابا بابا 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 يا بابا. نسبة زيت معاه مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببه ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ والكنيف عندكم مشغول. يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المية؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه. ايه كل الميه دي؟ هو شارب ايه؟ اشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلع بره بره البيت خالص. يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا. امشي بقى. يلا. يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي. يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا وقلبني سرق كل حاجه. محفظه موبايل ساعه كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل. ام فيري سوري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟
طب اقفي في دره ولا حاجه، استر على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننتي ايه يا حبيبتي؟ انت عايزيني اكدب عينيا واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده؟ هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي، خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده. هو بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتني انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. نهار اسود. هاي حضرت الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيت بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه الادب بتاعتك دي يا مجنونه؟ ده انكل سليم. يلا يا ساعه يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا الدعاري. يا لهوي بس بقى. هاي ريسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب. كفاله؟ اوكي. ايه الكفاله دي؟ ندفع؟ تعبته. اقفل يا سو دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانتي مش طايقه نفسي. بس 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 بفستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طايق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي شعرفك يا بنت، انتي كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. صحي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي.
محتاجه اروح. يلا يا اخوي حط ايدك في ايدي كده، بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بنت.